السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، اليوم إن شاء الله حنوريلكم واحد الديف ويصرف الكانون. حوست عليه بزاف في اليوتيوب بلقيتوش. اليوم إن شاء الله حبيت نشارك معاكم الفكرة هذه. شوفوا لي زام بريمونت هذا في زوج يشعلوا عادي، ركزوا بك شوف كيف يشعلوا وش يصرالهم. شفتوا شو البوطون الأصفر هذا هنا جماعة؟ نسيت في اليوتيوب نعتونا باللي تنطوي لاطيت بالماء، هذه غلطة كبيرة. أنا كي سييتها كانت هذه تمشي، كي جربتهم مع بعضهم راهم صوتوا في زوز. وليت شريت من علي اكسبريس، جبت واحدة خلاف تعمل 25 أورو ولا حوالي 500 ألف. دوك ركبوها مع بعضنا ونشوفو اسكو تصلح ولا لا. شوفوا معايا، شوفوا معايا، جبت لاطيت، راح نجبد لاطيت، نحيو لي كارتوش، نجبدوهم، نفتحو الكوفر هذا، نزيد نجبدو هذي شوية هكذا، ونفتحو هذي، شوف كيفاش نجبدوها، من بعد نجبدو لاطيت بيدينا برك، هاي لاطيت، هذي القديمة، وهذي جديدة، نبداو على بركة الله، نقولو بسم الله. ها كيف نحطها في الراية تاعها، عندها راية تحط فيها وحدها طيح اوتوماتيك، نقفلوها ونحطو فيها لي كارتوش ونشوفو. نطلعو هادي هكذا ونجيبولها لي كارتوش، بسم الله، كل واحدة تاعها. ولا سمحولي نحطوها لي كارتوش معمرين خير، نهز من هادي راهم معمرين، هز من هنا ونحط هنا بما ضاعش. من بعد نبدل، اخترت سميلي سنيالي. شوفوا معايا، ان شاء الله يا ربي تصلح. هذه اول مبادره، اول خطوه راح نديرها معاكم، حبيت تشاركها مع نشاركوها مع بعضنا وان شاء الله تستفادوا كل. هذه مرام اللي ما يعرفهاش، مرام هي هربت، نقفل ان شاء الله ونشوفوا. بسم الله، نحيو هذا معلينا ان شاء الله يا ربي تصلح. هاي تدي وقت باه تجبد لونكر. كملوا الفيديو اخوتي. شوفوا دوك ركبت لاطيت، نديرو تيست، تيست بالكانون كيف دير. هذه اخي كنا كانت فاسده كما هذه، نبقى راس هنا نبوي شويه عند 5 سكوند، هاي 5 ثواني، نطلق يدي هنا. واش معناها هنا؟ راني راح ندير انطواياج وطباع. دوك تبقى شويه جوست تقرا لاطيت وتولي تمبريمي. هاي بدات بعدها، بسم الله ما شاء الله، هاي اول طباعه للطباعه الامبريمون تاعنا، لاطيت جديده. شوفوا هاي ما شاء الله، بزال شويه في اللكح لهنا، شويه في النوار، شوفوا فيها خطات خفاف، ميكعات جديده برك. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ديروا في بالكم برك بلي لافير هذيك تاع لاطيت وتنطوياها مش صالحه، شري واحده جديده وتهنى. هاي السلام عليكم.